البعض يسميه اللون الاسمنتي والبعض يسميه الفضي او الرصاصي على هيونداي الانترا في موديل الاخير 2025. بشكل سريع نبدا تقييمنا للسياره ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غالين. مع كثرة السيارات والزحمة لكن بنحاول نصور لكم الجديدة من الصانع الكوري هيونداي الانترا في موديل الأخير 2024، نتكلم بالتحديد عن فئة السمارت بمحرك 2.0 أو 2000 سي سي. نتكلم عن أهم التجهيزات أهم المواصفات اللي موجودة عليها، نظرة خارجية سريعة بعد كذا نتكلم عن تفاصيلها. مثل ما نلاحظ طبعا صارت عليها فيس ليفت او تحديثات في موديل 2024، وهذه النظره الخارجيه ما شاء الله كسياره خارجيه ما شاء الله بلون مميز لون الاسمنتي، ما شاء الله من اكثر الالوان مبيعا ضمن الوان هيونداي الانترا. خلونا نجي للواجهه الاماميه، طبعا نلاحظ مع بعض بشكل سريع الاضاءات عندنا فل LED بالنسبة للعالي والواطي مع خاصية الليد النهاري. طبعا بفئة السمارت عندنا حساسات أمامية، فتحات للتهوية في الواجهة الأمامية سواء بالجزء العلوي أو الجزء السفلي. عندنا عدد 4 حساسات أمامية، عندنا بهذا الجزء حساسين وعندنا بهذا الجزء، والفتحات اللي موجودة بهذه الواجهة. فئة السمارت تعتبر هي فئة النص فل، أعلى من فئة الكومفورت أو أقل من فئة الكومفورت وأعلى من فئة الفليت. الفليت اللي هي الستاندر تختلف عن هذه بمقاس شكل الجنط مختلف، عندنا بدون حساسات أمامية ولا فيها شاحن لاسلكي. عندنا جنوط كروم مقاس الجنط 16 إنش جاي باللون الرمادي، إشارات بالمرايات، دخول السيارة بالمفتاح عندنا أو بالريموت بمعنى صح. عندنا فتح زعنفة موجودة بالخلف، عندنا حساسات خلفية وكاميرا خلفية مع شعار 2.0 شعار المحرك 2000 سي سي. هذه الكاميرا الخلفية، طريقة فتح صندوق الأمتعة والشنطة الخلفية عندنا بضغط الزر بالجزء الداخلي، أما إنه بالضغط الزر موجود أو الزر اللي موجود بالخلف للأسف على فئة السمارت ما في هذه الخاصية. هذه تجهيزاتها الخارجية بشكل كامل. نتكلم عن القلب النابض، محرك السيارة، محرك هيونداي الانترا 2025. إذا جينا لقلب النابض نتكلم بالتحديد عن محرك هيونداي الانترا 2025، طبعا نتكلم عن المحرك الثاني بمعنى صح المحرك الاكبر، محرك 2.0. نتكلم عن محرك 4 اسطوانات سعه 2000 سي سي، الاحسن نتكلم بالتحديد عن 150 والعزم 190 نيوتن، مرتبط بناقل حركه اوتوماتيك، هذا هو المحرك الاكبر. اما المحرك الاصغر او الاقتصادي 1.6 لتر تنفس طبيعي، طبعا ال 2.0 او ال 1.6 كله تنفس طبيعي، الاحسن نتكلم في ال 1.6 او ال 1600 سي سي، 120 حصان والعزم 150 نيوتن، مرتبط بناقل حركه سي في تي، طبعا كسياره اقتصاديه. في المحركات على بعض الفئات الثانيه اللي هي الانلاين النسخة الرياضية والأداء العالي، وفي المحرك الهجين. طبعا كل هذه المحركات متوفرة على هيونداي الانترا كأكثر سيارة شعبية بين سيارات هيونداي. عندنا هنا استهلاك البنزين في المحرك الأكبر نتكلم عن 17.8 كيلو، تقييم ممتاز بلس بنزين 91 دفع أمامي 2025، سعة خزان وقود نتكلم عن 50 لتر، وهذه إمكانيات هيونداي الانترا 2025. خلونا نتكلم عن تجهيزاتها الداخلية بشكل سريع. وكالعادة يا سادة نبدأ بالمقصورة الخلفية، هذه المرة ما خيب ظننا بأول تجربة. طبعا بالعادة أحاول أفتح فأتفاجأ الباب مقفل. عندنا هنا مقابض داخلية، النوافذ كلها كهربائية، مساحة تخزين مثل ما نلاحظ. عندنا هنا مثبت لمكتب الأطفال أو الأيزوفيكس، تكة بالوسط فيها حاملة أكواب، فتحات تكييف بالخلف مع منفذ USB. هذه تفاصيله. عندنا مسند الراس ثابت بالخلف، اما الامام فهو بالعاده يكون متحرك مثل ما نلاحظ. خلونا نشوف الشنطه الخلفيه، طبعا طريقه فتح الشنطه الخلفيه بالسحب مثل ما ذكرنا. عندنا هذه المساحه الخلفيه، هيونداي الانترا لها عده منافسات، على ابرز منافسات هيونداي الانترا نتكلم عن تويوتا كوريلا، عندنا هيونداي كيا سيراتو، عندنا برضو هوندا سيفيك، وعندنا مازدا 3، ما شاء الله اسطول كامل. عندنا هنا السبنة بالاسفل نفس الجنط الخارجي، عندنا فرشاد الوكيل بالمملكه،
المجذوع طبعا لها ثلاث وكلاء، عندنا المجذوع والناغي والاعلان. مثل ما نلاحظ هنا البطانة الداخلية، هذه كاميرا خلفية، وهذه السيارة من الجنب بالكامل. هنا الكونسول الوسطي، دخول السيارة والخروج منه بكل بساطة. مثل ما نلاحظ ما شاء الله، طبعا الرحابة كسيارة اقتصادية وعملية ما شاء الله تعتبر هي من أفضل السيارات. هنا نلاحظ الكونسول الوسطي مع عجلة القيادة، هنا ناقل الحركة. طبعا إذا جينا لناحية السائق نلاحظ أول حاجة كرسي السائق والراكب كله بحركة يدوية. عنده مثل ما نلاحظ هنا فتحة التكييف كروم بشكل كامل، وعندنا هنا الدرج مثل ما نشوف، عندنا هنا مساحة تخزين، النوافذ كلها كهربائية. طبعا ما شاء الله الداخلية باللون البيج أقرب من لون الأوف وايت بشكل جميل. الكونسول الوسطي جاي بشكل جميل، تصميم أوروبي بشكل كامل. وهذه السيارة نلاحظ بهذا الجزء بالجزء الجانبي ممر للهواء، بحيث أنه تبريد للديسكات والفرامل في التسارعات. ما شاء الله أشياء جميلة في الهنداي إلنترا، كتصميم خارجي، كمواصفات، كأداء. ما شاء الله 150 حصان، يعني أقل من اللي هو الكوريلا من ناحية الأداء. فهذه تفاصيلها بشكل كامل. خلونا الحين نتكلم فيها من ناحية السايك. وما شاء الله تبارك الله، عندنا كرسي السايق والراكب كله بحركة يدوية، عندنا النوافذ كهربائية، القفل المركزي، المرايات، عندنا التراكشن، وبسم الله شاشة ديجيتال طبعا مثل ما نلاحظ. ونشغلها بهذه الطريقة وما شاء الله عندنا تحكم بالدركسون، تحكم بعدد الرحلات، رد على المكالمات، أوامر صوتية، صوت البوري. عندنا هنا شاحن لاسلكي بفيت السمارت، عندنا هنا العصا ناقل الحركة، عندنا هنا كاميرا درايف مود، وضعية القيادة ايكو نورمال سبورت، هذه وضعية القيادة بشكل كامل في الالنترا. عندنا هنا بريك يدوي، حاملة اكواب، هنا الدرج، شاشة تدعم جميع الخصائص والانظمة، فيها الابل كار وفيها الاندرويد اوتو. عندنا الشماسات، فيها مرايات مثل ما نلاحظ، لكن ما فيها انارة، هذه الانارة الداخلية هيلوجين. وهذه بشكل كامل. طبعا هنا الشاشة منفصلة، هنا شاشة ديجيتال، وهذه ابرز تجهيزاتها. سعرها ب 94500. طبعا مثل ما ذكرنا السعر 94500 سعر وقت تصوير الحلقة، طبعا باول نزول لهنداي الانترا 2025. طبعا في النهاية اتمنى التغطية نالت اعجابكم. مثل ما ذكرنا في البداية راح نقوله في النهاية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبون ان نستعرضها لكم بالايام الجاية. واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وانستغرام والفيسبوك، الروابط كلها بخانة الوصف، واول رابط تلقون تفاصيل السيارة بالكامل. لهنا اتمنى التغطية، في امان الله.